الاحتلال الصهيوني يكثف قصفه على جنوب قطاع غزة ووسطه، وتصعيد عسكري متواصل على الحدود الجنوبية للبنان. إلى التفاصيل. في متابعة لوضعية الحجيج التونسيين، أكدت وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن البعثة القنصلية تقوم بالتنسيق مع رئيس البعثة الصحية التونسية بزيارات لعدد من المستشفيات بمنطقة مكة المكرمة لحصر عدد المقيمين من المرضى والتائهين، كما أنها تضع على ذمة المواطنين أرقام تواصل مع فريق مناوب لتلقي بلاغات المواطنين وتقديم ما يتوفر لديها من معلومات بخصوص وضعيات الحجيج التونسيين. ودعت وزارة الشؤون الخارجية إلى ضرورة مراعاة الدقة في نقل المعلومات بشأن أسماء وأعداد المتوفين والمفقودين والالتزام بما يرد في البيانات التي تصدرها الجهات الرسمية، مؤكدة حرصها على الإجابة عن جميع الاتصالات الهاتفية والاستفسارات واستقبال أهالي الحجيج وموافاتهم بما يتوفر لديها من معلومات رسمية دقيقة ومحينة. من جانبه، أكد منسق البعثة الصحية للحجيج التونسيين حمادي السوسي، أكد أن عمليات البحث عن الحجيج التائهين في الساحات والمستشفيات متواصلة. احنا قاعدين ندوروا في المستشفيات يوميا، العدد ما نجموش نحصره لك واحد لانه نعتقد انه مازال العدد بتاعهم، وربما ثم عدد اخر، حتى ثم مازالوا اللي هما راكبين في المستشفيات وفيهم حتى اللي راقد في المستشفيات قبل العرب، ومازالوا الموجودين تو في العرب فيهم ناس في حاله حرجه. كما أكد حمادي السوسي أن درجات الحرارة المرتفعة وضربات الشمس هي السبب الأول في تسجيل عدد من الوفيات في صفوف حجيجنا الميامين هذا العام. الحالة اللي عايشين فيها بالطقس والحرارة اللي كانت موجودة، وتعرف اللي ضربات الشمس هي السبب الأول بالنسبة لوفاة إنسان، خاصة وأنه الإنسان ما فيقش بالطلق وضربات الشمس تعطي في وقت ما هي اللي تطقس. مع هذوما مع التعب مع الإرهاق مع قلة الماكلة مع قلة النوم، هذم كلهم يكونوا أسباب تاع الوفاة، وخاصة بالنسبة للمرحومين في نهار عرفة جاء نهار قوي برشا، حرارة قوية برشا، رغم كل الإمكانيات اللي عندنا ورغم كل البرنامج اللي قمنا به مع العلم وأنه هذوما وقت اللي يجونا احنا المخيم درناهم كتوانسة عاديين من غير ما عملنا فرق بينهم ولا بين الناس الآخرين. يشرع 59072 تلميذا وتلميذة بداية من يوم غد في إجراء الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام 2024، وتبلغ طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية لهذه السنة الدراسية 3850 مقعدا موزعة على مختلف الإعداديات النموذجية في مختلف جهات البلاد، وفق ما أكده مدير الاتصال بوزارة التربية منذر العافي. يتقدم غدا إلى مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية عدد كبير من التلاميذ 59072. من الدورة اللي فاتت كان فيه 56916. نسبة المترشحين 28%، يعني نسبة المترشحين من عدد التلاميذ السنة السادسة اللي يبلغ 200400. أثناء الوزارة قامت بإجراءات استثنائية في تضخيم الخط، هنا عندنا 12 تلميذ، إضافة فلوس الوقت القانوني لكل حصة 48 تلميذ، وتقديم مواضيع بطريقة برايت زوز لامدا. بالنسبة لطاقة الاستيعاب المدارس الإعدادية النموذجية في مفتاح السنة الدراسية 2024-2025 قدر ب 3850 مركزا محينين حسب طاقة استيعاب كل مندوبية. أكد
أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة فرحات زواغي اليوم أكد أن الشركة برمجت 148 رحلة بحرية لتأمين عودة التونسيين بالخارج، من بينهم 9 رحلات على ميناء جرجيس، مؤكدا أنهم على أتم الاستعداد لاستقبالهم. وفي تصريح لمبعوثة الإذاعة الوطنية لمواكبة أول رحلة عودة من مرسيليا نبيل عبيدة، أوضح زواغي أن أول رحلة عودة للتونسيين بالخارج من مرسيليا ستكون على متن باخرة تانيتا، وستؤمن عودة 1200 تونسي وأكثر من 480 سيارة. حوالي 1200 تونسي وفي 480 سيارة، هذه السفرة الأولى. إن شاء الله تكون السفرات الجاية تكون مملوءة أكثر وتكون فيها أكثر مسافرين. في القانون البحري يعني السفينة هي عبارة على قطعة من تونس متحركة. احنا بالنسبة لنا هذوكم شكونهم؟ التواسر كلهم يعني أهلنا، يعني كل حاجة تسعدهم تسعدنا. احنا نعملوا ما في وسعنا باش نأمنوا لهم الجو في الباخرة يكون جو تونسي. هما كلهم 148 سفرة وعندنا منهم 9 سفرات في اتجاه جرجيس، عدد لا بأس به من السفرات باش نقوموا بها في هذه الصيف هذه. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج بوزيرة المالية سهام بوغدير نمصية، شدد على ضرورة مراجعة النظام المتعلق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وتحسين شروط وإجراءات منحها. أهمية مراجعة هذه الامتيازات ودعم الإجراءات لفائدة التونسيين بالخارج وانعكاسها على الاقتصاد الوطني في متابعة أحلام الجسم. أكد المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أهمية دعم الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين بالخارج، والأهم تسهيل الإجراءات الإدارية التي تمثل عائقا حقيقيا. هو فما بعض الامتيازات نعم 74 وقانون مالي جديد، عملنا خطوة إضافية ثانية بالنسبة للجالية التونسية ومكنناهم باش يوردوا كل 10 سنوات معاش سيارة واحدة مرة في حياتهم، كل 10 سنوات يمكنهم توريد سيارة أو احنا. ولكن انا نقول هذا غير كافي، يلزم عناية خاصة هامة للجالية التونسية يساهموا في بناء الاقتصاد متاع البلاد، ولكن اهم شيء ونسهلوا اكثر ما يمكن الاجراءات الادارية لتمكين التوانسة بدرجة اولى المقيمين بالخارج والمستثمرين بصفة عامة لتشجيع على جلب الاستثمارات الخارجية. راهو الادارة التونسية اليوم اصبحت بالفعل مكبلا حقيقيا للاستثمار. من جهته أوضح الخبير الاقتصادي محسن حسن أن التونسيين المقيمين بالخارج لهم مساهمة فعالة في دعم تونس اقتصاديا وماليا، مشددا على ضرورة دعم عديد الإجراءات لفائدتهم. البنك التونسي المقيم في أوروبا TF Bank عنده رخصة في كامل دول الاتحاد الأوروبي، ولابد من تأهيله وتطويره حتى يكون الواسطة بين التونس في الخارج وبين بلادهم ويساعدهم على تحويل مدخرات والاستثمار في تونس. نقطة ثانية، كلفة وعمولات التحويلات البنكية من أوروبا ومن دول الخليج إلى تونس، الدولة بإمكانها أن تتكفل بجزء من هالتحويلات المالية يشجعهم على تحويل مدخراتهم بطريقة قانونية وليس عبر المسالك الموازية. أيضا تيسير فتح حسابات بالعملة الصعبة، لابد من تشجيع التونسيين بالخارج على الاستثمار في تونس. من المفروض أن يقع إعطاء امتيازات جبائية ومالية استثنائية للتونسيين بالخارج حتى يستثمروا في بلادهم. ويبقى من المهم مراجعة النظام المتعلق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وغيرهم تعزيزا لفرص الاستثمار في تونس ودعما للاقتصاد الوطني عموما. أكدت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية انخفاض العجز التجاري بنسبة 20.8% موفى شهر ماي المنقضي، ليصبح في حدود 6413 مليون دينار مقابل 8100.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 23 و2000.
يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، وبين 39 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي. ويتميز الطقس بسحب عامة قليلة مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. أكد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة في تصريح للإذاعة الوطنية الاستعداد المكثف للتصدي للحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتواصلة، وأوضح أن السلطات تعمل على تعزيز فرق الإطفاء وتوفير المعدات الضرورية لمكافحة أي حرائق محتملة. في إطار الاستعداد لتأمين المحاصيل الزراعية والغابات من خطر الحريق، تم اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والعملياتية. بالنسبة للحماية المدنية في الإطار هذا، تم وضع جميع الوحدات على أهبة وتعزيزها بالإمكانيات من خلال اقتناء عدد من وسائل التدخل، شاحنة إطفاء وسيارات رباعية الدفع. كذلك لتقريب خدمات النجدة، تم إحداث 8 مراكز موسمية متقدمة، 2 مراكز موسمية بولاية بن زرت وبالتحديد بكل من عوزجة وجومين، 3 مراكز موسمية بواحدة بواد منيز، واحدة ببوسالم، ومركز موسمي آخر بمعتمدية فرنانة. كذلك 2 مراكز موسمية بالكير وبالتحديد بمعتمدية التهماني ومعتمدية ساقين سيدي يوسف، ومركز بولاية بن عروس وبالتحديد بمرناك. السنة هذه كذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها بالنسبة للحمدانية هو توظيف 269 متطوع التابعين لجمعية التطوع في خدمة الحمدانية، إلى جانب أعوان الحمدانية لمجابهة حرائق الغابات وتعزيز الإمكانيات البشرية للحماية المدنية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. وفي مستجدات الحرب الإسرائيلية على غزة، وفي اليوم 57 بعد 200 من العدوان على قطاع غزة، كثفت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها على رفح في جنوب القطاع، واستهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب المدينة، كما قصفت مدينة غزة وتوغلت في شمال صيراط وسط قصف مدفعي وجوي عنيف، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات منذ فجر اليوم. ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني 3 مجازر ضد العائلات في القطاع أمس، خلفت 24 شهيداً و71 مصاباً. وفي إطار تصديها للقوات المتوغلة في القطاع، أعلنت كتائب القسام قصف قوة صهيونية متمركزة في محور نتساريم، واستهداف قوات أخرى في تل السلطان شمال غربي رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل. في الأثناء، حذر مكتب الإعلام الحكومي في غزة من تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في شمال القطاع للعطش نتيجة احتدام أزمة نقص المياه الصالحة للشرب جراء تدمير جيش الاحتلال محطات تحلية المياه والأبار وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه. ومن جهته، أكد رئيس بلدية رفح أن أكثر من 90% من سكان قطاع غزة يشربون مياهاً غير صالحة للشرب. على الجبهة اللبنانية، شن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة غارات جوية اليوم استهدفت عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات حسب مصادر لبنانية رسمية. ونعى حزب الله في بيان له اليوم 3 من مقاتليها قضوا في اشتباكات مع جيش الاحتلال على الحدود الجنوبية للبنان. وأكد استهداف جنود صهاينة داخل مستوطنة المطلة بالمسيرات الانقضاضية وتحقيق إصابات مباشرة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. القنصلية العامة بجدة والبعثة الصحية تؤديان زيارات لمستشفيات منطقة مكة المكرمة لحصر الحجاج التونسيين المقيمين من المرضى والتائهين. أكثر من 59 ألف تلميذ وتلميذة يشرعون غدا في إجراء الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام.
ضرورة مراجعة النظام الخاص بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج محور تقرير في النشرة. وفي غزة الاحتلال الصهيوني يكثف قصفه على جنوب القطاع ووسطه، وتصعيد عسكري متواصل على الحدود الجنوبية للبنان. كانت هذه نشرة الظهر للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.